مساكم الله بالخير وحياكم الله في أربعاء جديد بصحبة عامل المعرفة أحمد العرفج اللي لازم الشاي يحضر في البداية. طبعا بس شوف ها الآذى الرؤية 20-30 عشان تعرف الرؤية في قلوبنا. بس ترى على فكرة ترى لك كم حلقة بالساعة البيضة، أنت عودتنا على تأجنة. ننتظر واحد يعطينا هدية. هذا طريقة جديدة بالتسول. حياك الله أبو سفيان، اشتقنا لك وأربعاء جديد. عودنا المشاهدين أنه نبدأ بحزمة أفراح، وش عندنا من حزمة أفراح؟ والله شوف أنا عجبني شتاء طنطورة في العلا. أيوة تعرف في أغنية الفيروز تقول الله الله يتراب عنطورة وكذا أو شيء زي كذا، فأنا حسيت شتاء طنطورة إنه كأنه يعني فعلا مرحلة متقدمة في السياحة، ما هي مرحلة البدايات، لا مرحلة وصلنا لمرحلة المحترفين. حتى لو لاحظت داء محمد عبده بنورة في الداء كان مسلطن، صحيح يعني لم يكن فقط يغني، كان يغني ويسلطن. لا والحضور الجماهيري بصراحة هذه لازم نذكرها بالضبط، لأنه شيء فاق التوقعات. وإن شاء الله بالأسابيع الجاية حجيب لك تعريف طنطورة، لأنه طنطورة أختير بعناية. أيضا منطقة العلا، البعد التاريخي، البعد الاجتماعي، أهلها، الحقيقة أنه الرؤية والرؤية دولتنا المعاصرة الآن على تسليط الضوء على الأشياء المنسية التي موجودة لكنها منسية، مدن لم يكن الناس يعني يعرفون عنها الشيء الكثير. أيضا أنا أشوف ما شاء الله أنه الخبر اللي حنعلق عليه الآن حق البنوك أيضا خبر مفرح، الجنادرية وإقبال الناس عليها أيضا مفرح، كثافة الأمطار في المناطق هنا وهنا، ارتياح الناس، وأهم من ذلك هو نتائج أبنائنا وبناتنا اللي الحمد لله كلهم إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح وبداية إجازة جميلة. إجازة على طاري أبنائنا وبناتنا، ترى كثير من الناس ما يعرفون أنك في الابتدائي كم مرة عدت السنة؟ والله أنا كانت عجبتني الكرسي والمواصة اللي أنا فيها، فكل سنة أقعد أعيد السنة عشان ما أبغى، لأن تعرف لو رحت نجحت يحطونكم نسميها رحلة، يحطونكم مواصة ولا مقعد غير مريح. فأنا كنت مبسوط كل سنة أعيدها سنتين. جميل، وأنا أدعو بصراحة اللي يحب يعني يتبحر في سيرتك الدراسية يقرأ المهمل من ذكريات طالب تنبل. أيوة. والحمد لله تخرجت من ابتدائي عمري 16 سنة، ما شاء الله تقويت. الله يرحمها أمي تقول أحمد يقعد كل سنة بسنتين عشان يتقوى في الإعادة إفادة، هكذا تقول العرب. طيب بالتوفيق والله. يبغالنا بعدين نشوف الجامعة والثانوي في كم خلصتها. نروح وش رايك نروح لأخبارنا اليوم؟ بسم الله. طيب خبر الأسبوع من صحيفة عاجل، تنظيم الكهرباء، اكتشفنا أخطاء بالفواتير والحل في العدادات الذكية. وكذلك خبر من صحيفة الحياة، مواطنو الرياض يشتكون عدم استكمال شبكات المياه والصرف في الأحياء. نتابع. كشفت دراسة أجرتها هيئة تنظيم الكهرباء على عينة من العدادات العشوائية وجود أخطاء في قراءة العدادات، مما أدى إلى زيادة في فواتير الكهرباء، مضيفة أنه يوجد 9 ملايين مشترك وحدوث الأخطاء أمر وارد. وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبد الله الشهري في تصريحات صحفية إن الحد الأقصى في فواتير الكهرباء هو 400 ريال فقط، مشيرا إلى أنهم يبذلون أقصى جهد للتأكد من سلامة البنية التحتية وصحة قراءات العدادات. وفي خبر آخر من صحيفة الحياة، مواطنو الرياض يشكون عدم استكمال شبكات المياه والصرف في الأحياء. عرض وفد من المجلس البلدي في الرياض على مسؤولي شركة المياه الوطنية ملاحظات المواطنين في أحياء العاصمة، ومنها عدم توفر أو اكتمال الشبكات وانقطاع المياه عن الأحياء كمخطط عريض في الحائر وأحياء المهدية في عرقة وتلال الشفا والفواز والحزم والعوالي وغيرها. تفضل دكتور. أول شيء أيضا ترى أنت مسؤول من ضمن مسؤولياتك غير إدارة الحوار والميكروفون وتعال وخمس ثواني وكرين، مسؤول عن أناقتي. أنا أتذكر أبو سعد الله يذكره بالخير علي، الله كنت جاي مرة بشماغ برتقالي قال لي ولا تطلع، والله راح جاب شماغ المخرج ولبسني. فأنت مسؤول أبد، أنا لو شايفك مو زين وتبهج النظر والخاطر ما طلعت هذا الصح. أيوة. طيب نرجع الموضوع لشوف، حنا تعودنا في هنا قلت لك أنا لا عندي مشكلة في الكهرباء ولا أنت عندك إن شاء الله، حنا نحمل هموم الناس إلى المسؤولين، نحسن الظن بالمواطن ونعتقد أنه صادق، ونحسن الظن بالمسؤول ونعتقد أنه يفتقد إلى المعلومة التي نكمل بعضنا بعضا. هذا دور وسائل الإعلام، قلناها ألف مرة نظرية المصباح، لو المصباح خربان أنا أقول لك خربان، لكن اللي صلحه الكهربائي مش إحنا. أنا استجمعت بعض الآراء
والمغردين، ودخلت هاشتاج فواتير الكهرباء، لقيت أخونا فايز المالكي وحمود أبو طالب وعادل حمد الحوشان وعادل الملحم وعبدو خال، الكل الحقيقة كان يشتكي، وكانت الشكاوى تقريبا اللي حصيتها تتراوح حول 3-4 نقاط. النقطة الأولى الارتفاع المختلف في الفواتير، بيوت مهجورة، أهلها مسافرين، وتجي الفواتير دبل عن كانوا فاضين، بل إن حمد الحوشان أو عادل الملحم واحد منهم قال يا جماعة والله خفضنا، طفينا المكيفات، زادت الفواتير، يعني قال اقتصدت أو ما اقتصدت، رشت أو ما رشت، فالنتيجة واحدة. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا إنهم هم يقطعون الكهرب ولا يعوضونك، المفروض عوض. أنت الآن لما نتأخر بس تعاقب لي أيضا، أنت خطف أني تتحمله. أما تقولي والله تأسف شركة الكهرباء زي الخط السعودي، يقولك تأسف السعودية لتأخير الحد. طيب أنت والله أنا خرطوني زي ما تخاصموني لما نتأخر، أنا خاصمكم إذا تأخرتوا. الشيء الثالث أنه كثير من العدادات تقطع دون سابق إنذار، ويقال أنه شركة الكهرباء بعيدة عن التكنولوجيا، المفروض زي الرسائل اللي تجيك من المحكمة ومدري من أنه ترى بنفس العدادك. الشيء الرابع انه في تاخير في طالبي العدادات، انت بنيت بيت جديد يطول ويعاق. طبعا الكهرباء لها وجهه نظر، يقول لك انه في مخالفات عازل حراري ومدري، احنا نحط المشاكل وانتم حلوها. ايضا من الاشياء التي يشتكون منها الناس انه غير واضحه، التعرفه غير واضحه، يريدون شيء واضح، ويريدون ايضا الغاء قاعده سدد ثم احتج. خدت قروش انا، شو الفائده سدد؟ يعني في ناس وصلوا المرحلة قال لك لا بنرجع للأتاريك والأسرجة أحسن لنا، لأن السراج بالليل تطفيه. هذا ما يخص الكهرباء. ما يخص المياه موضوع لا يقل عن هذا سوء. قبل ما نروح للمياه بقول بس تعليق بسيط، يعني فكرة التعويض اللي قلتها الثانية والله أنا أتمنى أنها تقر فعلا، لأن لو الكهرباء عوض المواطنين عن وقت انقطاع الكهرباء في أي مكان، نعم، أظن راح يتحسن عملهم. بالضبط، من أمن العقوبة سالعد. أيضا نجي لموضوع المياه وهو لا يقل عن هذا رداءة وتعبا، وعشان ناخذ احنا راحتنا نقول لك سمو ولي العهد في تصريح له سابق قال انها لم تطبق تعرفة المياه بشكل جيد. يعني من البداية احنا خلينا ندخل في الموضوع. الحقيقة المياه انا شفت تغريدات للمغردين اثق فيهم، وصل واحد منهم قال حسبي الله عليكم يا شركة المياه الوطنية، تحسب الله. البعض لجأ الى الوايتات قال والله نجيب وايت على حسابي كل اسبوع افضل لي وارخص لي، لانه الفاتورة يلاحظون أنه أيضا يظلمون الشركة نفسها. مثلا تجيك الفاتورة الشهر ذا 1500، ما سددت الشهر الجاي تجيك 750، بدل ما تزيد تنقص. أيضا تجيك رسائل متفاوتة. الدكتورة شريفة الصبياني حطت تغريدات وحطت رسائل لا تدع مجال للشك بالتناقض، أنها تجيها مصورة الرسائل وطرحتها بين أيدي الناس. الشيء الثاني أنهم هم أيضا متأخرين في بعض المدن وبعض الأحياء ما فيها شبكات موية نهائي، وانت إذا جبت وايت وطلع تسرب منك موية يعطوك مخالفة بسرعة، كما يقول عبد الخالق يقول المخالفة حاضرة لكن الخدمة ما يعطونك خدمة. الشيء الثالث أنه الأماكن المياه الكثيرة الراكدة تكثر البعوض. ملف المياه أنا أتمنى يا جماعة أنه يجون الطرف المتضرر والطرف الذي المقصر ويجلسوا مع بعض ويصلون الحل، زي ما أنا ترى في ساعة جمعت كل المعلومات ركزت عليها. وأنا يعني أطمئنك وأطمئن المشاهدين أنه قريب جدا عندنا استضافة لشخصية كبيرة جدا في مجال المياه، بنطرح عليه كل هذه الأسئلة وأكثر إن شاء الله، وبتكون كل الأمور واضحة على الطاولة بشكل صريح. إحنا وصلنا لمرحلة أننا نغص بالماء، والشاعر دائما الناس تغص بالأكل. الشاعر يقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بمائي؟ ما نبغى نغص بالماء. طيب ناخذ تصريح الاسبوع. تفضل. تصريح الاسبوع اليوم من اخبار 24 الالكترونيه: بعد خلاف لسنوات البنوك السعوديه تدفع اكثر من 16 مليار ريال للزكاه والدخل عن سنوات سابقه. توصلت البنوك العامله في المملكه لتسويه مع هيئه الزكاه والدخل عن السنوات السابقه وحتى نهايه عام 2017، دفعت بموجبها مجتمعة مبالغ وصلت إلى أكثر من 16 مليار و751 مليون ريال. البنوك أنت في البداية ذكرتها من حزمة الأفراح. طبعا ليش؟ طبعاً أنا أقول لك ليه، لأنه الحقيقة هي تقريبا 17 مليار،
لكن طبيعتنا احنا لا احنا محسوبين على احد ولا نحاز لحد. ايه؟ انا اخذت راي، انا ماني متخصص في هالامور، لكن انت تملك ادوات المعرفه. عمال صحيح. المعرفه ترى ما هم علماء، عمال المعرفه يعرفون كيف يصلون للمعلومه. اتصلت على 3 بنوك واتصلت على 3 مختصين في الزكاه وقلت ايش المشكله؟ المشكله ترى احنا درسناها بالفقه، هو الذهب، عندك انت ذهب، هل في زكاه ولا لا؟ في خلاف بالعلماء، قعدنا ندرس شهر احنا في الجامعه. اذا اعد للزينه فلا زكاة فيه، إذا أعد للتجارة في زكاة. هم الآن ما هو خلافنا على رأس المال، خلافنا على الاستثمارات الطويلة الأجل، على الأسهم، على أشياء غير الأصول من الاستثمارات الطويلة الأجل. كان في خلاف هل نعد زكاة ولا ما نسأل حنا من المتورط. أكيد أنه اللجنة الشرعية في البنوك غير 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 بريئة، هيئة الزكاة والدخل أيضا كانت ما كانت واضحة. الآن هم قرروا المبلغ، جميل، لكن لازم لازم يا أبو يحيى نوسع الدائرة. إذا أنتم البنوك هذه بأرباحها الكبيرة، طيب فين الشركات الكبيرة؟ سابك هل أي نوعية؟ نبغى شفافية. الآن أنت دعيت المستثمر الأجنبي، وهل هي فعلا ما تدفع؟ أنا أقول الحين بطرح تساؤلات الناس. أي. إنه أنت عندك فنادق عالمية، مؤسسات كبيرة عابرة للقارات، شركات، مطاعم كبيرة، وهذه ترى شركات ضخمة. الآن أنت جاي مستثمر أجنبي، المستثمر الأجنبي يبغى الأمور واضحة عنده، في رسوم وفي ضرائب وفي زكاة، 3. الوعاء الزكوي لازم يتحدد، الوعاء الزكوي ما الأشياء التي تزكي عليها وما الأشياء التي لا تزكي عليها. أنت عندك ساعب 500,000 تلبسها، لكن لو عدت 500,000 هذه للتجارة زكيت فيها. الوعاء الزكوي يحدد. أنا كل اللي أطالبه شيئين فقط لا ثالثا، وهما أول شيء أن الأمور تكون واضحة وشفافة في كل شيء من البداية. ترى الأسهم هذه زكاة. الآن ما لاحظت الراجحي هو اللي بيدفع 5 مليار؟ ليش؟ الراجحي متروح له مقنع، يقول لك أنا ما أدفع للمساهمين، أبغى المساهمين يدفعون، لأن المساهمين قد يتهمون البنك أنه ما يدفع، فيقول لك أنت أسهمك أنت زكيها عشان تطمئن أنك أنت طلعت الفلوس. فأنا أقول الشفافية. ثانيا ودي نوسع الدائرة، وأنا متأكد أنه بسياستنا الحازمة المالية اللي نص عليها الملك سلمان ضبط الإدارة المالية، ومتأكد برؤية 2030 أنه لن ينجو أحد. الشركات الكبيرة سابق الاتصالات كلها إذا تعطي أرباح وعندها استثمار وتعطي قروض لازم، حتى الشركات اللي تسوي تقسيط ما دام هي عدت خلاص وبس. و16 مليار بصراحة مبلغ يفرق، هذا يكفينا سنتين. طيب فاصل أول ومكملين معكم في أهلا بالعرفات. حياكم الله في الجزء الثاني من يا هلا بالعرفج، وهو وأنتم ونحن في فقرة مزايين الكتب. كتابنا اليوم هو كتاب فن الإغواء لمؤلفه روبرت غرين، وهذا العرفج يستعرض الكتاب أمامكم. ها، فن الإغواء 700 صفحة. أيه؟ ما شاء الله، واللون فوشي واضح، اللون فوشي يعني أنه هو أكثر ما يخدم علاقة المرأة بالرجل، يعني انه موجه للنساء يعني ولا؟ لا، هو كيف المراه تغوي الرجل وكيف الرجل يغوي المراه. يغوي. طيب يعني هو الكتاب ببساطه، احنا استعرضنا قبل هذا الكتاب كيف تمسك بزمام السلطه، 48 قاعده اللي سيطر على الناس، نفس المؤلف. المؤلف متخصص في كتب النذاله اذا صح التسميه. كيف تكون نذلا وكيف تستخدم القوة الناعمه للسيطرة على الناس وعلى التأثير عليهم. طيب يعني لو بحاول أختصر، ممكن بيت خالد الفيصل يعني يدور حول الفكرة دي لحد ما من بعيد، كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيم، الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خليل، كل ما قلت له يا ابن الحلال المحبة عطى وانت بخيل، التفت لمي وهو عجل وقال لذة الحب الشيء القليل. هو يركز على هالمفاهيم، الشيء القليل، لا تكن دائما الظهور، حاول تطلع. أنا عجبني منير سليمان مترجم الكتاب، يقول كنا في الستينات نغازل في لبنان، أظن الأبيات لشخص آخر ماني متأكد، ممكن أن ما احنا يهمنا المعنى، قد تكون رجعها الأسبوع الجاي نشوف من اللي قالها. منير سليمان يقول كنا بالستينات نغازل في الحمرة في بيروت، يقول فما كنا ننتظر البنات لين يطلعون من المدارس، تعرف ذيك الأيام بشير حمد شنان يقول يا بنات المدارس ليتني عندكم فراش، كان في حالة من الغزل، يقول ما في أحد يرشدنا.
فراح الكتب الحكمة يقول لقيت كلمات بسيطة، رحت الكتب علم النفس لقيت كلمات بسيطة، رحت الكتب لغة الجسد لا، فصرنا رحنا نسوي عضلات عشان نغري البنات، سوينا شعورنا. تذكر ذيك اليوم نزلت أغنية أبو قذيلة قذلة وخنافس، كله محاولة إنه المرأة تغازل الرجل والرجل يغازل المرأة، تتفنن بإغواء الرجل والرجل يتفنن باستمالة المرأة. فالأخ روبرت جرين سوى هالكتاب 600 صفحة 700 صفحة حول هذا الموضوع، وأعطاك تقريبا في العملية الإغوائية 24 بند قال امشي عليها، اترك ضحيتك مدري يعني، لو بستعرضها مثلا يقول لك اختر الضحية، لازم انت لما تجي سماها الضحية، نعم الضحية، بعدين يقول لك تتفق مع التسمية، لا لا قلت لك نذالة، كتاب نذالة يقول لك اتقن فن الإيحاء، كيف انك توحي للشخص، اهتم بالتفاصيل لما تجي، ايضا يقول لك اضف مسحة شاعرية على كلامك اللي انت تمارسه الآن على الناس، وريك انكم تمارسون اللعيب كاشفينه. لا لا بس احنا نمارس اشياء صادقة مضحية وما لا 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 هو لا هو ما ترى الضحية لا ما هو معناها السيء، هو يسميه هدف، انك انت مستهدف مثلا تبغى تسيطر على جماهير الكورة تتبع الاساليب، هو حتى 24 ايضا يقول لك اعزل الضحية احيانا خليه يضيع بدونك، يقول لك اذا ما تابعت مثلا يا هلا بالعرفج كل اسبوع احس اني انا ناقصني شيء، هذه كلها يسووها. بعدين يقول لك اجرح ومارس الالم بالالم بالمتعه. عموما الكتاب خطير جدا، واي انا في نظري انه المفترض يقرر على كل طلبه معلمي المدارس، كل من يصنع التاثير ويتبوأ المكان العام يجب ان يقرا، ومو كله صح بس ايضا مو كله خطا، أكثر من الدراسات اللي كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم في الأحاديث أيضا مسألة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، مسألة السؤال والجواب. هذا نوع أنت تحتاج الكتاب. هذا الكتاب أبو سفيان، شوف أنا أحتاجه كتأثير على الناس، لكن كغاوي لا، أنا الحمد لله أغوي الناس بدونه. أنا أيوة أنا مرة واحد من الأدباء قال أحمد كالمعصية مغوي يعني. ايضا من الشيء الجميل انه هذا الكتاب لمن؟ هذا الناس مش بس غزال، هذا اللي يبيعون مندوبين المبيعات التسويق. تقريبا 90% من المرشحين للولايات في امريكا ورؤساء الدول يستخدمون السياسه كيف تاثر كيف تفوز على الناس، بل انه كل المرشحين قروا هذا وقروا الكتاب السابق عشان يأثرون على الناس. غاندي كان يسوي. جميل. الأبرز الملاحظات على الكتاب؟ لا أعتقد أنه المترجم ما وفق، لأنه صراحة الكتاب 700 صفحة، المترجم هو معجب في الكتاب لكنه لم يخدم الكتاب، بأنه يعني ترجمته لم تكن بالروح العربية الجميلة، بمعنى أنه هو في أشياء كثيرة ممكن يستشهد فيها كمترجم يترجم فيها يستشهد فيها ويجيب أمثال عربية، هو أبدا ما جاب نهائي، لأنه هو لما قالها قال غاندي مثلا، قال غاندي يتبع هذه الأساليب، قال غاندي يظهر بسيط ولكن يقول للناس أنا أحقد على البريطانيين وأنا سأنتقم منهم، يعني يعطي الجانب الجميل ويعطي الجانب السيء. جميل. طيب نروح لفقرة برواز بعد إذنك. تفضل. برواز تعودنا أنه نعرض صورة أو فيديو معين ونسمع تعليق الدكتور عليها، خلونا نشوف الصورة اللي معنا اليوم يا شباب. جاء أمامكم هي واحدة من الكتابات أو المنشورات اللي بصراحة سببت يعني جدل كبير في الفترة الأخيرة، مكتوبة كالتالي: للوافد المغترب بالسعودية لا تتردد نهائيا إن وجدت مواطنة سعودية تتزوجك كيف ما كانت وبنت من تكون وكيف ما كان جمالها، فهي الحل الوحيد لك من الرسومات، يقصد الرسوم المقررة والقرارات القادمة، زوج مواطنة لا تتردد، فقد أعذر من أنذر وستذكرون كلامي، تزوجوا لا تصدقوا لنسائكم مصدر رزقكم أهم. وكان في تحذير مكتوب عليها مثل ما تشوفون على يسار الشاشة: يرجى الانتباه من جروبات في الفيسبوك تتحدث عن كيفية استغلال السعوديات للزواج منهم. هذه القضية بصراحة يعني أو هذه التغريدة وهذا المنشور أخذ مساحة واسعة جدا، اليوم اخترناها في هلا بالعرفج عشان نسمع تعليق الدكتور أحمد العرفج على ما جاء. يعني أنا أعتقد صعب إحنا نتكلم عنه بعد لأنه موضوع مهم. أنا أتمنى أنتم في أهل اليوم تستضيفون مختصين 2-3 ويتكلمون حول الموضوع. أنا والله بعيد عن الاهتمامات غالبا بعض الأشياء، لكن جاني ضغط بكذا إيميل وكذا سيد أرسلوا لي وأعطوني مجموعة من المصورات بالذات بالفيسبوك، لأنه الخطاب أو الجالية العربية يتوفرون في الفيسبوك أكثر من تويتر، ففيه شحن وحلول، وأنه بالذات الآن عمل المرأة. أنا أتمنى أن يكون في دراسة واضحة، نحن لسنا ضد الحب ولسنا ضد أيضا أن الزواج قسمه نصيب، لكن دائما قبل يعني
إذا سعودي راح يأخذ أجنبية دائما حلامة استفهام أنه يكون مثلا يا كبير بالسن يا أنه محدود الدخل ما عنده فلوس قليلة فلوسه، والعكس كمان لما يجي أجنبي مثلا يأخذ بنت أو زي ما قال أنه لما تكون متواضعة الجمال أيضا هذا لازم يكون في تحرم، ما نبغى استغلال. هو الإشكالية دكتور في هذه الكتابة في طريقتها أنه هو ما راح يتزوج لأنه يبغى يتزوج، هو يبغاها بطريقة مصلحة ولا استغلال. نعم. يعني ما أدري، بس أنا أشوف أنه عيب تسلق هذا الخطاب ضد المرأة السعودية نهائيا ولا يليق. ولا يليق. ترى في دول سبقتنا، نتذكر أول ما رحت بريطانيا كان إذا تزوجت بريطانية تأخذ جنسية، بعدين لاحظوا هجوم من المهاجرين يتزوجها شهر شهرين ويأخذ الجنسية، بعدين قالوا لازم 5 سنوات ويجيب طفلين، فساروا يجيبون طفلين وكذا. فيحدثون هالدول الراقية، وإن شاء الله حنا من الدول نحدث أنظمتنا نسوي حماية، ممكن يكون منزوع الصلاحية مثلا، أنت لو حطيت أنك تزوجت ولا ما تزوجت الرسوم نفسها، أنا معتقد أنه هذا حل من الحلول. أعتقد إحنا طبيعتنا ما نعطي حلول هنا، إحنا نعلق الجرس على المشاكل. هذا موضوع أنا أعتقد موضوع مهم جدا ويجب أن يطرح لأنه يحفر في المجتمع وإحنا غافلين عنه. يجب أن يحمى حقوق الأجنبي وتحمى حقوق السعودية. جميل. وأنا يعني أزيد على كلامك إذا تسمح لي، وهي وجهة نظر شخصية، أن المرأة السعودية أسمى وأكبر وأجل وأرقى من مثل هذه الخطابات إيش ما كان مصدرها. تسمح لنا نأخذ فاصل ونكمل معك؟ أي والله. ترى في مثل عند المصريين دائما يقول لك رقعة الثوب لازم تكون منه. أنا أعتقد أنه الزواج الآلة الدولي متعب، وشفناها كثير لما تكون أنت متزوج من بلد صار فيها حرب، تصير أنت متعب في اتصال بخوال أبنائك، في صعوبة شوي. جميل. والحمد لله السعودية مليئة بالبنات والجمال والأدب والدين، إيش تبغى؟ صح ولا صح؟ على قول حجاب الله يرحم، ما أريد إلا السعودية بالعباية مخفية طويلة ومقصيرة، المهم السعودية. جميل جدا. بعد الفاصل نكملين معكم في هذا البرنامج. حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج. نوصل إلى فقرتنا المعتادة هدية العرفج اليوم. يعني هديتنا يمكن على لون الصندوق، يعني هي هدية نوعا ما فيها شيء من الحزن من الوجع، ولكن سيرة لإنسان كبير ويستحق أن يذكر يعني بالخير دائما وأبدا، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله. تفضل. يعني أول شيء خلينا نهدي له الدعاء بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله أنه ذهب إلى الكريم الأكرم. ثانيا نعزي والدنا الملك سلمان وكل أصحاب السمو إخوان الفقيد وكل الأسرة المالكة، لأنه الأمير طلال بن عبد العزيز يعني جزء من ذاكرتنا وجزء من عصرنا اللي عشنا فيه. الأمير طلال من الناس اللي أنا تابعت له يمكن عشرات اللقاءات، يمتاز بالهدوء، قد ما يحاول بعض المذيعين يستفزه إلا أنه يحتوي المذيع، يعني هو اللي يحتوي المذيع مش المذيع الذي يحتويه. أيضا لما ترى السجل اللي عمله، إذا قلت طلال بن عبد العزيز قفز في ذهنك مجموعة من الأشياء، أولها بنك الفقراء، الطفولة، التنمية، التربية، الجامعة المفتوحة، هذه هي الأمور التي كانت تشغل ذهن سموه الله يرحمه. من يوم ما طلعت على الدنيا وأنا أعرف أن الأمير طلال صديق الفقراء، مهتم بالطفولة، بالتنمية، بالرعاية، ساهم في عشرات المجالس لا نستطيع أن نقولها إلا نستطيع أن نعدد كثرتها. أيضا فوق ذلك الأمير طلال الله يسكنه جنات النعيم أب منتج وأب استثمر بأبنائه وأخرج ذرية صالحة فاعلة في الوطن وفي خارج الوطن، ما نقدر نعدد ما شاء الله أبنائه في كل واحد في منصب، اللي في إمارة واللي في رجل أعمال واللي هذا الأب المنتج غير أنه هو عامل. أيضا كان لديه بعد في الثقافة، كان من الناس المهتمين في الثقافة، لما يتكلم الأمير طلال يأسرك بفصاحته بلغته، رفع المرفوع نصب المنصوب، كل اللي يتمنى أنه أبناؤه إن شاء الله وهم قادرين أنهم يطلعون فيلم يحفظ تاريخه. أنا أتذكر إنصاف اليحياوي اللي حمشي معها تقول يا أحمد أنا سويت معه حوار قبل يمكن 15 سنة في الأرشيف، وهذا ما حد شافه، كل اللقاءات تجمع في فيلم وثائقي وأيضا مقابلاته، وتصير
وثيقة للزمن وشاهد على العصر. جميل. رحم الله الأمير طلال بن عبد العزيز، وإحنا معك نهدي له الدعوات بالرحمة والغفران وأن يسكنه الله فسيح جناته. طيب، من هدية العرفج نروح إلى حكاية أبو سفيان، وش حكايتنا اليوم؟ والله شوف، الحكاية أنه هي كثير أتكلموا عنها من الفلاسفة، نظرية 18-24-60، احفظها لأنها مهمة لك. تعرف الإنسان لما يصير عمره 18 يشعر بالخجل. الخجل بعلم النفس تعريفه بشيء بسيط، أنه تقدير زائد للذات، أنه أنا لما نخجل كأن الناس متسلطين علي، مسلطين كبيرات، وما حد صحيح، مو ما حد مسلط عليك. فيقول لك في 18 تفكيرك كله أنك أنت ترضي الناس، في 40 ما يعد يعنونك الناس، تسوي ما بدارك، في 60 تكتشف أنه أصلاً ما كان أحد داري عنك، أنك كنت متوهم، لا في 18 أحد داري عنك ولا في 40، أنه أصلاً ما كان في أحد مسلط عليك الضوء، بينما أنت متوقع أنه الكاميرات مسلطة عليك وخجول وما أبغى أدخل واستحي وما أدري إيش، تستحي ليش؟ ترى ما حد سأل فيك. المشكلة أن الواحد ما يدرك إلا متأخر، وشلون الواحد ممكن يدركها بدري؟ اسمع نصيحة العرفج. اسمع يا هلا بالعرفج. طيب، المشي مع العرفج اليوم، المشي مع العرفج مختلف لسببين. السبب الأول أنه اللي مشت مع العرفج إعلامية تونسية قديرة، نوجه لها كل التحية والتقدير، ويعني نشكر لها زيارتها للسعودية وخروجها معنا في هلا بالعرفج، الإعلامية التونسية إنصاف اليحياوي. السبب الثاني أنه إنصاف أعطت كذا صدمة عنيفة للعرفج، لأنه هو يتعود أنه المشي من أجل الرياضة، بس هي ابتكرت مشي لأجل شيء آخر يخص النساء. خلونا نتابع. يا جماعة، المشي خير وبركة. اليوم أنا أمشي مع الإعلامية التونسية القديرة إنصاف اليحياوي. كيفك يا إنصاف؟ بخير، خاصة وأنا أزور الرياض بصحبة أروع دليل سياحي، نجم نجومنا بدر بدورنا. هلا هلا بالعرفج. طيب، كيف أحمد؟ كيف شفت الرياض؟ والله كبيرة ما شاء الله، ممتدة، متغيرة، محلوة، ناسها مستمتعة. كنا في مقهى، يعني تعرفت على بنات الرياض، سمعنا موسيقى هادية، سيد محمد عبدة أمتعنا، يعني أجواء طيبة. أنت ضيفة الحين، ضيفة على وزارة الإعلام السعودية. أكيد أنا ضيفة، وحضرت حفل افتتاح الرياض عاصمة للإعلام العربي. كيف علاقتك في المشي؟ طيب باختصار، تمشي ولا لا؟ أحب المشي. أيوة، لكن غادرته، صارت فجوة بيني وبينه. ليش؟ برغم أنه حتى في البيت عندي يعني السير. بس لا عجل، احنا كذا ما حنكون، بس في السفر ما زملاء ابدا، لازم تمشي. من فينا ما عمل شوبينج وما مشى في الشانزليزيه وفي باريس ولا في امريكا ولا في كولن؟ انا بموت في المشي، خاصه عندما تكون الغايه الانبل شوبينج. اوكي. تحية للإعلامية التونسية إنصاف اليحياوي. إنصاف تمشي عشان التسوق. أي والله، المهم أنك تمشي. أنا أشكر الإعلامية القديرة، لأنه فعلا إعلامية ترى أجرت حوارات مع وزراء كثير، ومن ضمنها عندها حوار نادر مع سمو الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله. إنصاف مكافحة، رغم أنه خلافي معها أنه عنده برنامج اسمه قهوة عربي. أيه. وأنت تعرف موقفي من القهوة. أيه. لكنه مع ذلك قلنا إيش، سيئة واحدة تشفع، يعني تضيع في آلاف السيئات الحسنات التي عندها. إنصاف مهتمة بالثقافة، مهتمة بالمشي، وهي مندوبة المشي في تونس، تحاول تنشر المشي هناك. نتمنى لها الخير، وأيضا أنا سعيد أنها هي ساهمت، هي ومجموعة من التوانسة كانت في الفنان لطيفة وكذا، في افتتاح الرياض عاصمة الإعلام العربي. جميل جدا. نروح لفيديوهاتنا بعد إذنك. طيب، تقنية الفار، أنتم تعودتوا على هذه التقنية أنها موجودة في الملاعب، وأنها تكشف نتائج الأخطاء اللي أو القرارات المصيرية اللي داخل الملعب. اليوم التقنية اكتشفت في مكان آخر واستعملت كما يجب. خلونا نتابع. استعين بلقطة الفار دحين، حاشب يقول أديت 20، هذا يقول ما أديت. يعني الفار يحكم. لا لا، هيا هيا هيا، من 20؟ شوف انا كلامي كم، شوف بار الحق. ايش هذا يا محمد؟ ايش هذا؟ لك بسرعه.
ايش رايك؟ انا اعتقد انه الكاميرات وسيله من وسائل التاديب للناس كلها، وفعلا في الاسواق وكذا يجب تحط، اذا اختلف اثنان رجعنا الى الكاميرا. والله حلو اللي ابتكر، بس انه هذا الفار يعني رائع. طيب يقولون دائما العمر ليس بالارقام، نشوف الفيديو التالي. رايك كان الهوى قانا. شوف ترى يمكن انه هذا انا ترى متنكر، اها، لان هذه حركاتي. بس هذا انت بعد عمر من الان ما شاء الله لسه. لا يمكن يا من محيه في ذيك الايام. لا بس فعلا ترى العمر مجرد رقم، العمر الشباب هو شباب الروح. شوف لما تمشي مع الاطفال دائما، ليش كبار السن يمشون مع الاطفال؟ عشان يسحب من بطاريته، يسحب من الاشتراك حقه. جميل. فاصل اخير ومعكم مكملين في اهل بالعرف. الأغنية الشعبية الشهيرة شدة القافلة معنا اليوم في سيرة وتر. الأغنية جددتها وغنتها مجددا الفنانة مروة سالم. بنسمع قصة الأغنية بصوت مروة سالم. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد العرفج، أنت وضيوفك الكرام عبر شاشة روتانا خليجية في برنامج يا هلا بالعرفج. بالنسبة لأغنية شدة القافلة اللي جددتها حديثا، هي أغنية أنا كنت أسمعها من وأنا طفلة صغيرة من الفنان عابد البلادي أو من فرقة أبو هلال، وكان أخوي الكبير كثير ما يردد علينا هذه الأغنية ونحفظها، تحديدا مقطع يعني وإحنا صغار كان يجيب لنا كثير مقطع صالحة يا صلوح يا مهجة القلب والروح. فأذكر أنه كنا نرددها كثير، ومن فترة قبل ما نعمل الأغنية كنا بنفكر أنه إحنا نعيد شيء من التراث، خصوصا أني أنا أحب أغاني التراث وأحب الأغاني الفلكلورية. فوقع الاختيار على شدة القافلة وعملنا معاها تحت السدرة. الحمد لله الأغنية لاقت نجاح كبير بين الشباب، و يعني صراحة كان نجاح مبهر بالنسبة لي في جميع مناطق المملكة، وذيعت في الإذاعات وعلى شاشة روتانا موسيقى كمان. الأغنية لقت صدى ممتاز جدا بين الشباب والبنات وحبوها كثير. الفكرة إن إحنا لما جينا نعيد تسجيل وتوزيع شدة القافلة كنا حريصين جدا جدا إنه إحنا نعمل توزيع مختلف تماما عن التوزيع المتعارف عليه. كنا نبغاها توصل للشباب أكثر، ما كنا نبغاها، كنا نبغى نحافظ على الجوهر وعلى الفلكلور وعلى هوية الأغنية، بس كنا نبغى نضيف توزيع في توزيعها إيقاعات آلات عفوا مختلفة. أضفنا الجيتار، أضفنا الأورغ في بعض المواقع في الأغنية، صورناها في مصر على طريقة الجرافيكس، حاولنا نقربها يعني نقرب بين الجرافيكس ومعنى الأغنية ومعنى كلماتها. الناس حبوها، وحابة أقول إنه الأغنية إحنا لما نزلناها بعنوان شدة القافلة، في آخر شيء ركبنا عليها يعني زي كسرة تحت السدرة. الحقيقة إنه رجعنا سمينا الأغنية بعد سنة من نزولها، سميناها شدة القافلة أو تحت السدرة بين قوسين شدة القافلة، لأنه تحت السدرة انتشرت أكثر هذا المقطع تحديدا المقطع الأخير، وحبوه الشباب أكثر وحبوه البنات أكثر، وأنا سعيدة جدا بهذا النجاح ومبسوطة جدا، ويعني حبيت يعني أتشارك معاكم هذه فرحة النجاح معاك يا دكتور ومع برنامجك، وهديكم هي ما شاء الله تسمعوها وتعجبكم، شدة القافلة أو تحت السدرة. شكرا للفنانة مروة سالم مرتين، الأولى على تجديد هذه الأغنية وإعادتها للصوت مجددا، والثانية على تجاوبها النبيل معي هلا بالعرفج والتعليق عندك. أبدا، أول شيء سوي رتويت لكلامك عشان ما عيده. بعدين أنا حبيت أنه هنا بالأهلا بالعرفج نكسر القواعد والأعراف،
دائما يقول لك من عرفك صغير حقرك، من عرفك صغير حقرك كبير، يعني ما يعترف فيك. ولا كرامة لنبي في أرضي، وزامر الحي لا يطرب. أنا كسرت كل القواعد. مروة مثلت معاه هنا في المكاش، ومروة كانت مذيعة في برنامج سيدتي، ومروة أعرفها وهي تنمو، ومع ذلك المفترض الناس يقول ليش تجيبها وليش تجيب فنانين كبار. لا، وحتى مروة إن شاء الله بها كبيرة وفي طريقها للشهرة والنجاح، فحنا حبينا نكسر القاعدة ونطلعها ونكرمها، ولو أنها قبل سنتين زميلة. فأنا حي مروة وحي دعبها وعادة الأغنية. فقط ملاحظتي الوحيدة أنه كنت أتمنى أنه هي تتقن اللهجة شوي، يعني تقول الفريش، وهو الفريش هذه مدينة عرفها، قرية عرفها زين، مش قرية يزعلون عليها هلها الحامد الله جميل. وغير الحامد. وإحنا نحييك ونشكرك وننتظرك بشوق الأربعاء الجاي يا رب. إذن كان هذا كل ما لدينا في أهلا بالعرفج. الأربعاء القادم يتجدد معكم يا أهلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا أهلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير. يعزل الماء عن الماء شد خلقنا فينا وشد خلقنا أصبح بالفريق.